هذا الفحل أيوة. تعريفه عند بن غدير. بن غدير وينك يا بن غدير؟ تعريفه عند غدير. انزين شوف التيل. انزين شوف الصماعة. هي. شوف اللماسة. انزين يا سلام يا سلام، وينهم الحين؟ وينهم؟ 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 شير يا شباب، شير شير، يلا شير، بنفتح الباب يلا، نبغي سخلات ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله من العين. إن شاء الله نحن الحين الريال ما يطلع، بس بنحاول نطلع لكم شيء فاخر. نضغط عليه. بنضغط عليه، ليش لا؟ نضغط عليه، نضغط عليه. نعم نعم نعم. انزين طبعا نحيي الاخ بيمعه من مربين بعد الصلالي الصم. اها، وعنده حلال طيب بيمعه ما شاء الله. نعم بلاتينيوم معروف. نعم معروف بلاتينيوم، وهذا الحلال الطيب ابو حميد. فتح الباب يا شباب، فتح الباب. وينهم اهل الصلالي؟ وينهم؟ يا سلام، نوا فتح الباب، فتح الباب على هذا الفحل الطيب. بعد عندنا عمير عثمان طبعا معروف. ايوه بعد عنده حلال طيب طولي بعمره. عمير، عمير عثمان. نعم وين مكان من مربين عمير الكبار في عالم الصلالي. ايه ما شاء الله. نعم زين، يقول لك منكم نتعلم وبيض الله ويوجهكم. يلا يا شباب، يلا يا شباب، يلا روحوا عليه، روحوا عليه هذا الفحل الطيب هذا. ممكن التعريف؟ اسمع تعريف عند بن غدير. بن غدير وينك يا بن غدير؟ وينك يا سعيد؟ شير شير شباب، خله يدور. يدور أوكي. دوره دوره يا يدور. سلام، ليش ما يدور؟ هذا هو. نعم وين فتح الباب؟ شير يا شباب، شير 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 يا شباب، شير شير, 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 شير. اللي يبغي فحل المراح هذا الفحل، فحل ولد استراتيجي، ولد الفن. يا سلام. صحيح استراتيجي. نعم هذا الفحل لاصمع لمتيل. فتح الباب، ولد استراتيجي، ولد 11. اوكي ولد 11. ايوه يا سلام يا سلام، اي ما شاء الله. فتح الباب يا شباب، افتحوا الباب. ها 11 يعني 11 بالانجليزي. حاضرين 11. حاضرين بغنين. اي ما شاء الله، شو نقول يا شباب؟ هذا الفحل مميز، شوف الخرز اللي فيه. يا سلام يا سلام، متيل عالم صلالي. هذا الفحل من الآخر، خذ لك 20 راس وحطها على الفحل وشوف انتاجه. ايه ما شاء الله، شوف انتاجه. يا سلام، فتح الباب، فتح الباب يا شباب. ها شو نقول؟ فتح الباب. ماشي عالم الصلاه، يشوفهم مره تعبانين. شير يا شباب، شير شير بوي، ادعمونا بالشير، ادعمونا بالشير. فتح الباب، افتح الباب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. افتح الباب، افتح الباب. شير 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 يا شباب، شير روحوا عليه يا شباب، روحوا على هالفحل. العمر، العمر، عمر بحميد، العمر قريب قريب شهرين، سنتين، قريب سنتين تقريبا. اي نعم، سنة وثمان شهور تقريبا. بعد ابوي فحل صغير، هذا إله مستقبل. ها فتح الباب يا شباب، وينكم أهل المتيل؟ ها مالكم رغبة؟ شو نقول؟ شو تبغون من الحلال؟ خبرونا. ما حد يفتح الباب على هذا الفحل المتيل. منتج قبل؟ منتج الله. نعم نعم منتج، في انتاجه موجود عند بو حميد.
يقولك هذا الواحد يخاف يفتح الباب ويظلمه، وين المربين الكبار؟ هذا الكلام الصح، هذا هو السر. نعم، ما نظلم الحلال، حلال من الآخر. منو هذا؟ أبو محمد. نعم نعم، ملك الهومر. نعم طولي بعمرك أبو محمد. هو هذا هو. هو نعم. يلا لا تظلمه، افتح الباب. الريال ما بيبيع، ترى احنا بنضغط عليه. البرغوت لا، ماشي برغوت. فتح الباب. يا سلام، شوفوا شوفوا شوفوا، شوف اللماس اللي فيه، شوف الصماع، شوف ذيله، شوف تيله. يا سلام، ما حد يفتح الباب. فتح الباب يا شباب. وين؟ نعم افتح الباب. والبيع عند حط صورة 11 عدالة. ما ادري موجود الصورة، ما ادري والله. هذا الفحل انتاجه قوي، يمكن الشباب ما يبون يظلمون ال زين. نيب ال بني بكم إنتاج الطير، بني بكم الإنتاج الحين هذا التيس، بني بكم إنتاج. الصالة موجود؟ هي. وين؟ في؟ خلي يبلنا بدل شوي. تبغون جيشي؟ موجود في حساب عبد الله البلوشي نسخة منه. أيوه. تبغون جيشي؟ وين أهل الجيشي؟ تغلبون اهل المتيل. انا اشوف الجيشي هم منافسين اقوى يعني في الحلال. وين اهل الجيشي؟ في انتاج ابو حميد؟ انتاج اي نعم انتاج. هذه وحده من انتاجه. هاي وحده؟ ها. ما شاء الله. نعم. هاي شو ها جدول؟ هذه اي. لا خليه يجيب لنا من انتاج خبرنا. يجيب هذا بكام مال هذا؟ شوفه. متيلة متيلة خليه لنا. طبعا هذا جدول تطعيمات. هذا جدول غالي اذا بتصور لنا. نعم تفضل. جدول تطعيمات. هذا جدول تطعيمات. الحلال كله مطعم. بس ابي كابتشر اخوي فايع متى التغطية عند الملا؟ ان شاء الله عقب صلاة العشاء الساعة 9:30 بنكون عند بعوف عبد الرحمن الملا ان شاء الله الساعة 9:30. هاي استطلع. ها؟ نوع التطعيم والله شتوية 8. انتاج هو؟ اوكي. نعم. الحين بنجيب لكم انتاج الفحل. هم يبون يشوفون انتاج. هذا انتاج؟ هذا ولا؟ هذا انتاج بس انتاج انتاج؟ انتاج الفحل. ايه ما شاء الله. منتج منتج. ابو محمد بتنزل شو اسمه؟ نعم. شيء هي عادي بصلاة لأن ما في متابعين. خلي يزوون شير. شير يا شباب، شير على السريع بس نكمل بعد ال. اوكي ابوي ايه. زين هذا من انتاج ال. يا سلام يا سلام، من الاخر انتاج. شوفوا هذا انتاج الفحل. انتاج الفحل ايه ما شاء الله. يا سلام، انتاج فاخر يا شباب. شوفوا شوفوا الصماع، شوفوا. يا سلام يا سلام، الحين راح يجيبوا لك انتاج من الاخر مره. يا سلام، شوف شوفوا انتاج الفحل. انتاج الفحل ايه. شوفوها شوفوا شوف. يا سلام يا سلام يا سلام، شوفوا شوفوا التيل. شوف هذا الانتاج الفاخر، حلال من الاخر. صماع لماسه
يا سلام يا سلام. يلا يا شباب يلا يا شباب، ها روحوا عليه روحوا. يلا يا شباب ماشي وقت. لا 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 بس مراوح وعلى الصخلات ولا لا على الفحل؟ بس على الفحل، على الفحل بس. طبعا هذا الفحل هذا انتاجه. انتوا تبون صخلات تفتحون باب اوكي حاضرين، فنضغط على الريال. شوفوا هاي الصخله طيبه، هاي الصخله نعم شوفوها، هاي صغيره مال 3 شهور بعدها. ها ايه وينك يا ابن غدير؟ شوف شوف يبون اصفر. نعم نبس خلاط وخاصة هذه. افتحوا باب شيء ايه انزل خلاص نطلع الباجي وخليها هي. لا لا خليه يفتحوا شيء باب عدل بنقدر. لا لا خليه نطلع وخليه ولا على خليه يفتحون باب عدل عليها. انا بنضغط على ابو حميد ما بيقصر ان شاء الله. ها شو تقول وينهم؟ ها آه، الصخلة تبون على الصخلة يا شباب؟ فتح الباب على الصخلة. ها آه، شو نقول؟ الوصف الوصف وصف الصخلة. بنت هذا الفحل استراتيجي. يا أبوه استراتيجي، أبوه استراتيجي. ايه طلع الفحل، طلع هذا. هذا انتاج الله يحييك يا طول عمر. شير شباب شير 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 على الحلال طيب هذا. شير 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 طلع برا طلع برا. فتح الباب على هذه. اي نعم فتح الباب. يبون هاي الجمهور مطلوب هذه خلاص هذي. طلع مطلوب هاي يلا نعم بنشوف الحين. هذا طلبكم انتم. خلي هذا بس. ها هذا خليه بابا. هذا ودي ايه بابا ودي. يلا يا شباب يلا يا شباب. شوف شوف الخرز اللي فيها. يلا يلا يا شباب فتح الباب. 6 لا 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 ما نقول 6. يلا يا شباب 6000 6000 6000 6 6 6. لا 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 بعدنا 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 يا شباب بعدنا ما قلنا شيء نحن. خلا من الاخر من الاخر. شوف اللماس اللي فيها، شوف التيل، شوف الصماع. ها آه. 6 6 اشكرك راعي 6. فتح الباب 6 6 6000 6000 6000. في زود في زود. ها آه يا شباب شو نقول؟ 6. يلا يا شباب يلا يا شباب روحوا روحوا عليها روحوا. هاي مو مال 6. ها آه شوف 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 هاي نزلها في المزاد بس. بسعود كم بتوصل؟ بتروح فوق. وينهم؟ ها آه. آه ها شو نقول؟ في صخله ثانيه بتيكم ترى. يلا تبون صخلات؟ يلا 6 6 يزود شاور. شوف الصماع اللي فيها، شوف الصماع شوف الصماع. ها يا شباب زيدوا شوي زيدوا شوي زيدوا شوي. روحوا عليها صخلة حلوة.
يلا شو نقول؟ شاور شاور محمد. ها يقول اللي يفتح الباب 10 مرة مبارك له على طول، اللي يفتح الباب 10 مبارك له على طول. الشباب يطالبون بأمر بيع. أمر بيع ما يجذب سهل. ها ادفع شوية، قرب شوية، قرب بنضغط على أبو حميد. كم عمرها؟ عمرها مال 3 شهور. خمس شهور تقريبا. خمس. ها قرب 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 شوي. يلا ابوي افتح الباب شوي، بس شوي افتح، ونحنا ها بنضغط عليها. طالب فيها 10 10. منو يقرب؟ دعم للمزاد. يلا قرب 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 شوي، قرب قرب. ها شو نقول؟ خله من الاخر، من الاخر. هاي خذها ونزلها بالمزاد، شوف كم بتجيب لك. ها شو نقول؟ يلا يا شباب يلا عشان المغرب يصير يصلي. حط 10 زيد شوي، زيد. ها بكر نعم صغيره بعدها مستقبل قدام. شو نقول؟ شوي بس، ايه شوي ارتفع، ارتفع شوي بس، ونحن بنضغط على ابو حميد. ما يهون علينا الصامعة. نعم يا سلام، ولا ام طيبة، ولا ابو طيب. 10 ويقول بشاور، نحن بنضغط عليه، خليه بس يرتفع شوي. نعم نعم، من يسهل يسهل في البيع الله يبارك فيه. يلا زيد شوي، زيد. شو نقول؟ ماشي؟ ما في نطاح؟ نزل الثاني على المرجوع. ايه ها اخر 3 نديات، اخر 3 مرات. يلا نقول فتح الباب. يلا يا شباب زيد شوي، راح الست زيد. واحد استاهل بن قدير. 7 عند منو 7؟ هو بن قدير سعيد. لا في حد حط 7. ها هو بن قدير نفس الاسم. نعم بن قدير يستاهل. بن قدير استاهل. بن قدير افتح الباب. 7 عند بن قدير. والله انك تعرف الحلال بن قدير، راعي صنف انت بن قدير. 7000 7000 7000 7000 7000 7000. ها في زود بنشاور 7000 واحد. نعم بن قدير ويستاهل، مبروك صفقة حق بن قدير، يستاهل بالبركة بالبركة، يستاهل يستاهل بن قدير، يستاهل 7000، يستاهل بن قدير. تم بيع، تم نعم بيع الصخل المتيل من مراح ابو حميد الى مراح بن قدير. مبروك 7000 درهم. مبروك يستاهل 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 كل خير. عيال راعي صنف ويعرف قيمة الحلال. هاي صفرة متيلة صمعة. والعمر؟ هاي العمر يمكن سنة شهرين. والدي قبل كم يوم ويا عادية وتكرم. والدي وماتت البنية. فتح الباب فتح الباب، صفرة ومتيلة. فتح الباب فتح الباب، شوفها شوفها صماع. يا سلام يا سلام يا سلام. شو تقول ابو علي؟ شو تقول؟ وقفت مني. حلال طيب. افتح افتح خلاص، تستاهل كل خير. شوف شوف ما شاء الله، شوف صماع، شوف 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 ما شاء الله. نعم بتاخذ خير منها. فتح الباب افتح الباب، ما يقطع نصيب. فتح الباب. يلا يا شباب
افتح 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 الباب، شوف شوف التيل اللي فيها. يا سلام، ممكن التعريف؟ تعريف ولد الاستراتيجي ولا تعريف من نفس الفحل اللي تويه؟ اي نعم، من نفس الفحل. فتح الباب، فتح الباب. وينكم المتيل؟ ها مالكم رغبة؟ سنة وشهرين العمر. افتح الباب، افتح الباب. خلا من الآخر، شوف شوف ما شاء الله، شوف. ها مالكم رغبة؟ ماشي وقت يا شباب حق الصلاة؟ يلا أبوي، يلا أبوي ماشي وقت. يلا يا شباب بنجيب لكم شيء جيشي، تبون شيء جيشي؟ ها ما حد يفتح الباب؟ صخلة غاوية صفرة متيلة. ها افتحوا الباب وبنضغط على أبو حميد. حلال طيب يا شباب، ترى هذا عقب ما بيبيعكم مرة، ما يبيع عقب، وحميد ما يبيع، يقول أنا ما أبيع حلال، احنا ضاغطين عليه. يلا يا شباب افتح. وينهم أصحاب المتيل؟ شير شير شباب شير. يلا يا شباب، يلا يا شباب. ها شو نقول؟ ما حد يفتح الباب؟ ها يلا يلا يا شباب ماشي، فتح الباب نطلع نطلع. هاي صخلة بنت طولة بعمرك، ايش يسمونه فحل؟ ايه ايش اسم الفحل فايع؟ وضاح ولد، وضاح ولد شبل، شبل. هذا انتاجه صك. وهاي صخلة ترضع من اي عنزة؟ تيود اي عنزة ترضع منها. نعم يلا أصحاب الجيشي، وينكم وينكم؟ تبون تشوفون الفحل؟ هذا الفحل براويكم إياه الحين، شوفوا اللي هو اللبو. هذا اللبو ثلجي ثلجي. أي ما شاء الله ثلجي. نعم محتمل هذه الصخلة تغير بعد، طالع من الفحل هذا وضاح ولد شبل، شبل عند نديب البلوشي. فتح الباب، فتح الباب، فتح الباب، فتح الباب. 3 شهور العمر بعده صغيرة. فتح الباب. وين أهل الجيشي؟ وينكم؟ شوف رسمة رسمة رسمة. فتح الباب. ها شو نقول؟ وضاح. وين وضاح؟ ها وضاح النديم البلوشي. هذا انتاج وضاح صك. خلاص صغيرة بعدها يو ذي عنزة تربع منه. دخلوا هذا ويبو هو شو طلعته قريب؟ ايه اصفر قريب بس دخلوا هنا عن السوق. فتح الباب يا شباب، فتح الباب، افتح الباب. هاي صالة غاوية بعدها صغيرة، هاي لا مستقبل. ها طولي بعمرك عليك زود يا ابو حميد. حلال طيب. وينكم اهل الجيشي؟ قلبوكم المتيلين. ها نعم نعم يا دباني، مرحبا مرحبا مرحبا. وين النعيمي احمد النعيمي؟ وين اهل الجيشي؟ وينكم؟ ما دخلت خلاص صفرة اللي عشار يدخل. اوكي ما دخل. ها مالكم رغبة؟ يا سلام شوفوها شوفوها صخلة طيبة. وين الصفرة؟ لا بي بحي. اوكي يلا سرعة بوي، يبوها يبون الصفرة هاي الأولية ان شاء الله.
افتحوا عادي افتحوا الباب زين ها. نعم بكر نعم تسوى تسوى. يلا يا شباب روحوا روحوا اذا تبون حلال اليوم فرصتكم ترى حقكم ما بتحصلون. ابو حميد ما يبيع. يلا ابوي افتح افتح الباب. خلاص غاويه من الاخر مره. وين اصحاب الجيشي شو تقولون مالكم رغبه؟ ها شباب شو نقول؟ نبدأ بعد الصلاة. أوكي. أبو محمد هاي أبوها اللي بعتب 20. إيه ما شاء الله. اللي تعريف أبوها. أبوها أبوها ولد إلفن. ولد إلفن. إيه ولد إلفن أبوها عند عشاء لا هذا أبوها بعتب 20 إيه. هنا أساسه من إلفن. من عند شو اسمه؟ من قديم. من قديم. خلي داخل لا بس دخل 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 بس دخل 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 خلينا نجرب شويه قبل كمل بعد الصلاه نبدا انزين بعد الصلاه كم باقي اذا بعد بخلص و بعد الصلاه نبدا بس ال انه بعد الصلاه بشغل بس على الهاي وبعدين وخلاص ان شاء الله ان شاء الله بعد الصلاه يا شباب نروح على هاي وبنقول خلاص بنقفل 15 نعم يلا تمام السلام عليكم نفصل نفصل مره نفصل ونرجع بعد الصلاه